في هذه المحاولة، كرة ملعوبة من جديد، تصل خيمينيز إلى وليد حسين، أوه في المرمى يا لطيف، مش ممكن سياو، الله احمد شنبي واللحظات الصعبة واللحظات الصعبة سياو سياو جول 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 وهدف وهدف ثاني للاهلي في مرمى مع الشباب انتهى سلبيا يوم امس، وبالتالي عثمان طبعا هو اكبر المستفيدين، اكبر المستفيدين على اعتبار هنا فرصة لمصلحة سياو في المرمى. الاهلي يسجل، وليد عباس، وليد خلصها بشكل ممتاز، كرة ارتدت للشباب سياو وحمدان، سياو وحمدان، سياو لإدقر، إدقر للشباب، والشباب إلى وين؟ إلى وين؟ إلى المباراة النهائية، إدقر، إدقر لا بالله شيء، كرة للأمام تلعب من محمد الخديم، شباب يعود الى الانتصارات، كره الان ملعوبه خطره، جول 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 سياو، عنده الكره تريزوري وصل، ما زالت عنده الكره تريزوري وصل، عنده الكره يبحث عن المسكني ولكن يضيح، والانطلاقه في هجمه معاكسه سريعه جدا لصالح عناصر نادي الشباب بواسطه اللاعب برونو ادغار، برونو ادغار يوصل على زياد، دخل برونو ادغار، هي صعبه توصل على الجهه اليسرى خطيره جدا الكره هذه لصالح راشد حسن، جول 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 جول، الهدف الثاني لنادي الشباب، ربط رائعه جدا الى هيونغ، طالت طالت على مبخوت وبالتالي تتخلص، هنا سريع الان، هنا سريع الان ما بين انريكا وسياو، انريكا 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 مشاه في ظهر سياو، لكن سيطر عليها البرازيلي، سيطر عليها الان، يتقدم ويسدد في المرمى، في المرمى، الله على الخط هذا اللاعب، ان كان مع المنتخب، ان كان مع نادي العين، وان كان ايضا مع نادي الجزيره، الكره عاليه، سالم مسعود اللاعب الجوكر، لكن شوف الكره الان للشباب انريكا وسياو، انفراد تام بالمرمى، الشباب الشباب سياو سياو سياو، الله مايو العين يعترض على هذه المواعيد ويطلب العوده الى المواعيد السابقه، والكره تعود الان ترجع مره ثانيه لصالح فريق نادي الشباب، سامي خلصها يلعب على الجانب اليمين على طول السياو، والبرازيلي يتقدم، كروس ولويس انريكي، جول بعرضيه من السياو، بكره رائعه من السياو بازدواجيه برازيليه، بيكمل المباراه يقول ما فيها شيء ويطلب من جرافيتي يقول له جول، يقول له جول، الشباب الذي فاز نعم على محاوله الان خطيره، الكره تعود، فاز على سباق قمة الإيراني، خطير، جول جول، ترجع مرة ثانية توصل لصالح فريق نادي الشباب، هذا وحيد روف ياخذ كورتر يرسلها أمامية، جت سياو سياو، ولكن حارس المرمى مايد ياخذها، وهنا سياو خلصها من مايد، لعب انت بالجول، جول 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 سياو، جنبي السياو البرازيلي خمسة اهداف كما ذكرت، السياو يلعب الركنية راسية، جول جول، يا سلام ادكار اللاعب، نعم صاحب الارتكاز، داود اقول شيء ما ادكار باشين توقع وقرفتان سابه يوزادو كتاك بار مكانات و بلامير دروازه یه ضربه سر و توی دروازه، گل برای الشباب، اونم چه دقیقه ای زده میشه، پس یک یک مساوی میشه، یه لحظه غفلت از بازیکنان سبا باعث شد تا رابیر لانه لاعب البرازیل المبدع حقیقه، سیاو متمکن فی مستوى کره فی المرمى، گل و یتقدم الجوارع و تاتی الاشاره الخضراء هنا الى عبد الله عيسى، خاطئ من عبد الله، عبد الله عيسى الان مره ثانيه يتقدم فيها يلعبها مع
ما فيها شيء. هذه الكرة انفراد الآن، ممكن الثالث، ممكن سياوي الثالث، الله خلص سياوي وسجل الثالث. جوهر مصبح يتقدم منصور مع الكرة، منصور إلى أحمد مال الله، استلامه ما كان جيد، الكرة تصبح مرتدة سريعة الآن لمصلحة فريق الشباب. السياو السياو خطيرة هذه، حيدر أوف، الله أوف 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 أوف. المدرب الذي فاز مع فولفسبورغ بالدوري الألماني، مدرب هامبورغ في فترة من الفترات. سياو بمشيها، عيسى عبيد في مكان سليم، عيسى والمضايقة ممتازة من جمعة عبد الله بتعود لداود، داود علي، لا تقدم من لاعبي الشباب، الآن الريكي بينزلها، سياو خذها ولعبها والشباب، يا سلام الجوارح يقول كفاية جروح. ومن خلال وبالتالي اليوم المباريات يعني تبقى بأهمية كبيرة، يعني فوز الشباب، الفوز اللي تحدث عنه، كرة خطيرة، جول جول دادي الشباب، ومحاولات ميدانية تبقى. وصلت الآن لسياو، يتقدم السياو، آخر عشر دقائق من نار، آخر عشر دقائق على صفيح سار، شايف محاولات التسديد على المرمى، ست تسديدات العين مقابل تسديده وحيده للشباب. احصائيه تعطيك دلاله قاطعه على الفروقات. هذه كره للشباب وسياو يضعها في المرمى ويعلن عن تعديل النتيجه في الدقيقه 55. بلنتي للشباب، السياو بيلعبها في المرمى، يضعها وثنائية أخرى لسياو في مرمى العين ليعلن التخصص، يسجل الآن في الدقيقة للشباب. السياو هل يتمكن من تسجيل الثاني للشباب؟ خطرة جول، جول وفعل السياو. ثقة الجماهير، هذا هو نشأة أكرم ابن الحلة اليوم في أحلى حلة، والعميد لا يخسر في دورينا. اثنين لا شيء، لا زالت الأمور لمصلحة النصر، بداية قوية جدا في أول. المباراة على هذا اللقاء، الكرة على العموم تعود إلى الجهة اليمنى من ملعب المباراة، وهجمة سريعة من جانب فريق الشباب، جول صالح الشباب في الدقيقة 86. سياو 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 يتقدم، يشوف جول من ضربة جزاء عن طريق البرازيلي سياو. هنا الهدف الأول ممكن يأتي بالنسبة للشباب، عرضية خطرة لكنها بتعدي، وصلت إلى فيلنويفا في الجهة اليسرى، اللاعب الفنان المهاري ممكن عرضية خذها نفسه، يا سلام، يبحث عن الزميل، يعيدها هنا إلى حمدان، حمدان ممكن عرضية، حمدان يرفعها ولكن بتعدي، تصل إلى تسديدة في المرمى البوسني للفريق الإيراني. الآن الشباب في محاولة في ضربة جزاء، هل يقلص الفوز؟ فريق نادي الشباب في هذه 28، مين 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 سياو، سياو جول جول، وبالتالي الشباب الفرصة لها قيمة، الهدف له بعد، والانتصار له معنى، وبالتالي كل اللاعبين الآن كل منهم يفكر بطريقه. سياو هجمة على طول بعرض الملعب، جول جول جول، يا سلام من برازيل.
الزاوية تقدم.